أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والناشط الأردني عدنان السعودي. نتابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. فضولي، فضولي لأفهم لهفة الفوضى على شفتي، فضولي لأفهم لهفة الفوضى على شفتي، ولغز الحزن في اللاوعي من لغتي. لعل السر أغنية بعيد ولادة اعتذرت بها أمي بأن جعلت دنان الشعر مرضعتي. لعل السر أغنية بعيد ولادة اعتذرت بها أمي بأن جعلت دنان الشعر مرضعتي. لعل السر ما همست به في السر جارتنا قبيل رحيل أشرعتي بأن الطفل تعنيني تخلق شاعرا وبكت، فأوحت في نبوءتها بأن الشعر مملكتي ومهلكتي. ولا أدري، لعل أبي بلحظة حزنه الأبدي، ولا أدري لعل أبي بلحظة حزنه الأبدي أورثني غياهب صمته قدرا، ودس الحزن في رحلي ونادى بي سرقت الريح، وأهدى الوحي أجنحتي وآواني لأدمعه فلم ألحق بقافلتي. ولا أدري، لعل حبيبة كانت تخط ملامح العشقية الأولى، ولا أدري لعل حبيبة كانت تخط ملامح العشقية الأولى ونامت في طفولتها لتبقى في طفولتها، وأهدتني ضلالاتي وأخيلتي وزفتني لمحرقتي. فضولي، فضولي ولا تأويل يسكب هدأة في الروح، يمنحني ولو تفسيره الوهمية ترجمة لمحبرتي، كأن سؤالي الأزلي والأبدي سنداني ومطرقتي. فضولي، ألا ريح تهب الآن عاتية تبعثرني كأسئلتي، لعلي الحيرة تعيد إلي بعض العمر تتركني أنا المحكوم بالشعر أقبل حبل مشنقتي. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مريم سمير محمود محمود، كاتبة ومقدمة إعلامية. هذا كتابي سجين في عالم موازي، أشرفت عليه برفقة المؤلفين ألا إحسان العمايرة، وعد محمد كريم، مروى صبحي محمد، ماريانا محمود سحيمات، جود خليل سلامة، أميرة حسام إسماعيل، ألاء مروان المصري، نور وائل دعباس، ضحى إبراهيم المدني، ليان وليد مصلح، دانيا شوكة الرعود. القصة طويلة، تتمحور بقصة طفلين في مرحلة الابتدائي، حسن ووليد. كان يتعرض حسن للكثير من التنمر بسبب وزنه الزائد، وعند كبرهم أصبح وليد طبيباً، ولم نعد نسمع شيء عن حسن. بعد عدة كوابيس تعرض لها وليد، كوابيس يستنجد بها حسن بوليد أن ينقذ عائلته، قرر وليد أن يبحث عن حسن وعائلته. بعد محاولات عدة اتضح أنه يملك طفل وطفلة، وأنهم مفقودون منذ فترة طويلة مع أمهم. توصل إلى أهل حسن وقرر أن يبحث عنه. فبعد عدة محاولات تعرض لكثير من الضغوطات، تعرض لكثير من الأمور التي كانت تسبب الصدمات له في كل مرة. أصبحت عائلته تتعرض لنفس الكوابيس التي يتعرض لها هو. وبعد عدة محاولات، بعد أن تعرضت لعائلة حسن للاختطاف، قرر أن يبحث عنهم هو وعمهم الذي يكون أخو حسن. تعرف على أناس كثر وتعرض لمواقف كثيرة،
فكان مختصر القصة أنه في إحدى الليالي في مستشفى عند الطبيب وليد أنه رأى جثة حسن وطلبوا منه تشريحها بعد أن كان قد رأى كابوسا بهذا، فاستغرب من نفسه أنه كيف عرف أنه مات قبل أن يراه. فحينها في نهاية القصة يتضح أن حسن لم يمت. أفكار كثيرة وطويلة في رأس وليد، كيف مات حسن وكيف عرف أنه مات قبل أن يراه، وإذا كان حسن على قيد الحياة من الذي كان في المستشفى حينها. وبالنهاية يكاد يجن وليد ويدخل في صدمة ويذهب للمستشفى ويشعر أنه ضائع في عالم موازي ليس له بداية ولا نهاية، لا يعلم كيف بدأ من هنا وكيف انتهى الأمر هكذا، كيف بدأت هذه الأمور أن تظهر وكيف انتهت. في نهاية الرواية نزل للشارع، يقول وليد: نزلت الشارع لم أكترث وكأن عقلي تبلد، وجدت بطريق نفس المركز الأمني، وقفت على حافة رصيف الذكريات بنظرة تأمل هزيلة تغلب على ملامحي هزائم السابقة، أشعر سيجارة في وجوه العابرين علني أجد روحي الضائعة. كانت معكم مريم سمير محمود محمود، يعطيكم العافية. الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. اليوم نتكلم عن الخط العربي، بدي أحاول أكتب حرف الألف وهو من الأحرف الصعبة جدا وكتابته ليست بالسهلة، فإذا ضبطت حرف الألف أنت ضبطت جميع الأحرف وبكل أنواع الخط. فبدي أحاول أكتب الحرف الألف الآن بقصبة شوي كبيرة حتى يظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ألف الرقعة وهي تقاس بالنقاط، ثلاثة نقاط لألف الرقعة. طبعا حرف خط الرقعة هو من الخطوط السهلة الممتنعة، ولكن هو من الخطوط الجميلة جدا، وهو بداية التعليم لأي تلميذ حابب يتعلم الخط العربي. نأتي إلى حرف النسخ. هو من خمس نقاط وبميلان نصف نقطة إلى اليسار. نأتي إلى حرف الألف برضو بخط الثلث. خط الثلث طبعا من الخطوط الجميلة والصعبة. ويتألف من سبع نقاط. طبعا حرف الثلث له تاج تقريبا بارتفاع نقطتين. طبعا في عنا حروف اخرى، الديواني، التعليق، جلي الديواني، في خطوط الكوفي طبعا، هذه انواع عديدة جدا تقريبا حوالي 64 نوع، وهو خط قديم جدا. بداية الخطوط هو خط الكوفي، ثم أصبحت الخطوط الأخرى واللي بنتعامل فيها يوميا.
وغالبا هم الرقعة والنسخ والثلث، وخاصة النسخ لأنه نسخت جميع الصحف القرآن أقصد يعني بخط النسخ، وقليل منها كان كتب خطوط أخرى، لكن اعتمد خط النسخ القرآني ولغاية الآن. يعني خط الثلث هو خط اللوحات وبعض العناوين للكتب، ومن الخطوط برضو الصعبة وليس بالسهل، لكن جماليته فائقة جدا، من الخطوط الرائعة ومطواع في التركيب. الخطوط الأخرى يعني تركيبها مش زي الثلث، الثلث هو الخط الرائع، اللوحات، العناوين، عناوين الكتب، وكان يستعمل أيضا بالمحلات التجارية قديما، ولكن الآن لم أصبحت الخطوط كلها تجارية يعني الناحية التجارية فقط، ولكن ليست جمالية. أهلا بكم من جديد وفضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والناشط الأردني عدنان السعودي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ عدنان. يا مرحبا. ضيفا على فضاءات وعلى رافدين. يا حياك الله. حياكم الله. مرحبا. سعادة وسرور والله. حياك الله. نحن الأسعد يا أستاذ عدنان. حياك الله. حضرتك شاركت بمؤتمرات عديدة بأوراق تتعلق باللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية. هذا طبعا الثقافة العربية الإسلامية عنوان واسع، يعني بدي نقف على يعني الجوانب التي تتناول هذه المؤتمرات، هذا العنوان الشامل، يعني على أي جانب من جوانب الثقافة العربية الإسلامية كانت تصب هذه المؤتمرات؟ يا سيدي، أولا شكرا على هذا اللقاء، وتحية لكم وتحية لقناة الرافدين ولأهل الرافدين. يا حياك الله. في العراق الأشم، وأنا أسعد يعني بهذا اللقاء، لا أتمنى يعني أن يكون لقاء ماتعا لكل الإخوة ونحن الأسعد المشاهدين والمستمعين. وحقيقة يعني أن المؤتمرات واللقاءات التي تدور حول الثقافة العربية الإسلامية إنما هي بأساسها تقوم على الركن الأساس لهذه الثقافة العربية الإسلامية، وهي اللغة. فاللغة هي أساس الثقافة وأساس التراث وأساس الأمم، وإنما الأمم ترقى بلغاتها، يعني هكذا هو المعروف. ونحن يعني كعرب لدينا لغة عربية فائقة الجمال، ولغة الموسيقى، يعني الكلمة العربية هي كلمة الموسيقى، والحرف العربي أيضا يعني حرفا موسيقيا، وبالتالي هذه اللغة بحاجة إلى الاهتمام من أهلها، لأن أهلها هم بحاجة إليها من أجلهم، هذا الاهتمام من أجلهم لا من أجل اللغة، ذلك أن هذه اللغة محفوظة من الخالق جل وعلا، محفوظة بالقرآن، هذه اللغة التي وسعت كتاب الله لفظا. السياج الأول للغة. نعم. السياج الأول هذه اللغة. نعم. التي وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ذاقت عن آي به وعظاتي، فكيف تذيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات. جميل. فهي البحر وهي المحيط. هذه اللغة التي يعني تتحدث عن قرابة 12 مليون مفردة. نعم. في حين أن يعني اللغة التي تأتي في المرتبة الثانية وهي اللغة الإنجليزية ب 600,000 مفردة. وبالتالي لاحظ البون الشاسع بين اللغتين. لذا من هذا المنطلق عندما نتحدث في أي مؤتمر من المؤتمرات ونحن نتحدث عن الثقافة العربية الإسلامية، إنما الثقافة باللغة. نعم. حتى
ترقى هذه الثقافة لدينا ونرقى نحن بثقافتنا. نطلع على الثقافات الأخرى ولكن لا ننبهر بها، ذلك أن الانبهار في أساسه هو لثقافتنا. هذه الثقافة العربية الإسلامية المختارة، فالله سبحانه وتعالى عندما اختار هذه الأمة اختار الأمة العربية بثقافتها العربية، هذه الثقافة القائمة على مبدأي الصدق والكرم. ولذا فإن الصدق والكرم يعني صفتان، يعني كانتا منذ أن كان الصدق وكان الكرم صفتان عربيتان. فالعربي بأصله وبطبعه صادق وكريم، وبالتالي كان اختيار رب العزة جل وعلا لهذه الأمة التي تتمتع بهذه اللغة والتي تتمتع بهذه الثقافة القائمة على الأخلاق. ولذا يعني كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأيضا عندما وصف الله سبحانه وتعالى الرسول قال وإنك لعلى خلق عظيم. وبالتالي يعني أنا كنت أركز كثيرا على هذه المعاني المتعلقة باللغة، وهي دعوة لأبناء العرب والعروبة، ودعوة إلى إخواننا في المدارس والجامعات إلى الاهتمام أكثر وأكثر بلغتنا العربية اهتماما قويا. هذه اللغة لغة القرآن ولغة جهابذة العرب، لغة الخليل بن أحمد الفراهيدي ولغة امرئ القيس ولغة حسان بن ثابت ولغة الشعراء العرب. جميل. إذن اللغة العربية تأخذ المساحة الأوسع في هذه المؤتمرات. نعم. باعتبار هي الهوية وهي وهي الرابط الأهم. نعم. بين أبناء هذه الأمة. جميل جميل. حضرتك أيضا يعني ناشط ثقافي ولك حضور لافت في المشهد الثقافي الأردني، وشاركت في إقامة البرامج الثقافية العديدة يعني في معظم محافظات الأردن، ويأتي على رأسها برنامج القافلة الثقافية. بدي أن نطلع على هذا البرنامج، كيف هي القافلة الثقافية؟ يعني حقيقة أنا كنت مديرا للثقافة في إحدى محافظات الوطن، محافظة الطفيلة، محافظتي وبلدي، مثل ما أن كل الأردن هو بلدي وأن الوطن العربي هو وطننا جميعا. نعم. كان هنالك لدينا برامج عديدة، منها المهرجانات الثقافية ومنها الأمسيات المتعددة في والمسابقات في مجال الشعر والقصة القصيرة. نعم. وغير ذلك. لكن يعني من أبرز البرامج كان لدينا ما يسمى بالقافلة الثقافية. أنا اقترحت هذا الاسم لأننا ننتقل من محافظة الطفيلة ونتجول في محافظات المملكة، بحيث يعني يتم اختيار. نعم. عدد من الإخوة في مجال الشعر، في مجال الأدب بصورة عامة، في مجال القصة القصيرة مثلا أو الرواية، أيضا إخوان في مجال مثلا العزف على آلات التراث ومنها آلة الربابة. نعم. وهي يعني آلة عربية، وأيضا العازفون على آلة العود، وبعض المطربين يعني الذين يصدحون بالأغاني العربية، واللغة العربية واسعة يعني تتسع لكل شيء. وبالتالي وأيضا أحيانا يكون معنا يرافقنا بعض القاصين. نعم. القاصين والمهتمين بالتراث من الرجال كبار السن يعني أصحاب التاريخ. وما كنت أنظر يعني في هذا المجال للشهادات العلمية مع كل احترام. نعم. والتقدير، ولكننا يعني نشتغل ثقافة، وبالتالي ننظر إلى ثقافة الإنسان التي. نعم. هي الأوسع والأرحب، وننطلق في برنامجنا بعد الترتيب مع مديرة الثقافة على سبيل المثال في عجلون أو. نعم. في جرش أو في معان أو في العقبة، حيث يعني الفكرة بداية انطلقت من محافظة الطفيلة جنوب. نعم. الأردن. نعم. نعم. بجنوب. نعم. الأردن. أيضا بالمقابل هم يعني المستقبلون يحضرون من الشعراء ومن الأدباء، وأيضا عازفي الربابة إن وجد أو العود وهكذا، ويتم اللقاء وتلاقح الأفكار وتعارف الناس على بعضهم البعض. نعم. ولذا كنت أنا يعني أركز كثيرا على أن يتعرف الناس إلى بعضهم البعض، وأن لا يعني يذهب أو تذهب هذه اللقاءات دون ما وجود
علاقات وأواصر من التقريب والقربة الثقافية بين الناس، نعم، والتعرف على الأشعار والتعرف على الأدب والقصص، منها كان قصص الأطفال الذين يكتبون قصص الأطفال وبعض الروايات وهكذا، وبالتالي تكون يعني سهرة ماتعة وغاية في المتعة التي نقدمها ونبقى فيها يعني فترات متأخرة من، نعم، من هل ما زال هذا المشروع قائم؟ والله يعني أنا تركت أو تقاعدت، ذهبت إلى التقاعد مبكرا، نعم، لا أدري يعني إن كان ذلك يعني تركت الأمر لمن جاء بعدك. نعم، لكن يعني حقيقة من أروع النشاطات، نعم، هذا يعني جميل، من أجل تلاقح الأفكار والثقافات والأشعار وما إلى ذلك. جميل، حضرتك كما قلت أنا لك حضور لافت في المشهد الثقافي الأردني، المشهد الثقافي الأردني خاصة الآن والمشهد الثقافي العربي عامة يعيش تفاعلا واسعا مستمرا مؤازرة لعمليات المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني الذي استمر منذ أكثر من 70 عام على فلسطين بشكل عام والأمة العربية، والآن العدوان الغاشم الهمجي على أهلنا في غزة الذي انطلق، الشرارة الأولى انطلقت له في 7 من تشرين الأول ما يسمى كانون. إلى أي مدى هذا التفاعل جسد تلاحم الأمة مع القضية المركزية فلسطين؟ شكرا. حقيقة إنه الجهاد وإنه الدفاع عن شرف هذه الأمة وعن كرامة هذه الأمة، وإن له لصور عديدة، منها القتال في ساحة المعركة، منها بذل الأنفس وبذل المال، أيا كان هذا، ما استطعتم قدم ما استطعت، ومنها الجهاد بالحرف والكلمة. ولا أدل على ذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان بن ثابت، وهو من كبار الشعراء والناقدين، كان ناقدين أدبيين، كان يقول له أهجهم يا حسان، فإن وقع كلامك عليهم بهذا المعنى أشد من وقع السهام، من رشق السهام، من رشق السهام. وبالتالي الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وإنما بدأت الحياة بالكلمة، والقرآن كلام، لكن هذا الكلام الصادر عن الفكر والأفكار هو الذي يترجم إلى أفعال وأعمال وجهاد وجهاد على الأرض. وبالتالي الكلمة ليست بسيطة، الكلمة تحل المشكلة، الكلمة تؤدي بالإنسان إلى الرقي، ولربما تؤدي به إلى الهاوية لا سمح الله. ولذلك لابد للإنسان إن كان على قدر كبير من الوعي والثقافة واللغة من أن يتكلم وأن يدلي بصوته. ذلك أن الشاعر العربي الذي قال تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. هذا هو الأصل في الإنسان، أن لا يبقى صامتا. الصمت أحيانا حكمة، الصمت أحيانا حكمة، لكن الصمت إن طال يتحول إلى سكوت، والسكوت منبوذ. السكوت لا يجوز، السكوت على الإطلاق. يصمت الإنسان ليتحضر لما يقول، نعم، منبثقا ومنطلقا مما لديه من فكر، نعم، وأفكار تتحول إلى واقع، وبالتالي يصمت ليتكلم ليقول شيئا سديدا. لكن الصمت وللأسف الذي نلحظه في هذه الأيام يعني ليس صمت وإنما سكوت، والسكوت دلالة على الذل والهوان. جميل، إذن ما قاله العرب في المشهد الثقافي من كلام كما قلت على يعني حين نجنسه شعر قصة نثر بشكل عام، يعني هل قدم للمشهد الثقافي ما يكافئ
المشهد المسلح الآن للمقاومة؟ هذا ما نبتغيه، نعم، وهذا ما نرجوه ونأمله حقيقة. يعني الناظر إلى التفاعل، نعم، الأدبي العربي مع هذه الحرب العدوانية، نعم، من هذا العدو الصهيوني الغاشم المحتل الغاصب، يعني حقيقة نجد أن الشعراء والأدباء العرب لم يقصروا في هذا المجال. ويعني ربما نطلع من خلال ما نجريه من حوارات، نعم، من خلال الزوم مع إخوان في المغرب العربي، في المغرب، المملكة المغربية، وفي تونس والجزائر، وفي العراق، وفي مصر، يعني مع عدد من إخواننا وزملائنا وأصدقائنا الشعراء، يعني نجد أن الحرف والكلمة العربية الأدبية لها صول وجول في هذا المجال. ونحن هنا يعني في الأردن، وأنت على اطلاع حضرتك أستاذ محمد على طوفان الأقصى، يعني هذا الكتاب الذي صدر بكل قوة من عدد كبير من الشعراء العرب، يعني حوالي 270 شاعرا عربيا مختلف الدول، وكانت لك مشاركة فيها، وكانت لي مشاركة أيضا في هذا الديوان، وأنت أيضا من الذين شاركوا ويشاركوا دائما في سبيل رفعة هذه الأمة. ترتفع الأمة بالكلمة، باللغة، بالحفاظ على الثقافة، بالحفاظ على هذه الأجيال. أكرر الدعوة مرة أخرى إلى إخواننا وزملائنا في الجامعات بصورة خاصة، وأيضا أئمة المساجد، أن يركزوا كثيرا على ثقافة الأمة وعلى هذا التراث العربي، نعم، العبقري. والله لدينا تراث عبقري، نعم، في أمتنا العربية، لكن هذا التراث بحاجة إلى من يعمل على إدامته، من يحافظ، نعم، بحاجة إلى من يحافظ عليه، لا أن يترك يعني هباء منثورا للآخرين والانبهار بالثقافات الأخرى وباللغات، مع كل الاحترام، نعم، تعلموا كل اللغات واطلعوا على الثقافات، لكن حافظوا على لغتكم وحافظوا على ثقافتكم. جميل. جهد الشعراء. جميل. سنكون بعد يعني جهدا معذرتنا سعدنا، سنكون بعد الفاصل معذرتنا. شكرا، حياكم الله. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والناشط الأردني عدنان السعودي. يعود إليك سيد عدنان. كنا نتحدث عن الكلمة والموقف، وحضرتك تحدثت عن يعني وصفت الصمت بأنه حكمة والسكوت ذل. نعم. يعني نعود إلى الصمت الذي، نعم، يمثل الحكمة. ولذلك يعني كثير من الزعماء ومن الشخصيات على مر التاريخ، يعني كان عندما يصمت يعرفون أنه يصمت قليلا فيخشونه، ولذا عندما يتحدث يبدو منه ذلك الشرر. لذا حتى يعني القصة التي دائما تحكى عن سيدنا أبي حنيفة، نعم، عندما جاءه أحدهم، نعم، القصة معروفة، وحان لأبي حنيفة أن يمد رجليه، وأن سيدنا عمر بن الخطاب يعني هو الذي قال تكلم، نعم، حتى أعرفك، ورسته من من من, نعم، من آلاف السنين قال تكلم حتى أراك. الكلمة، نعم، المعبرة عن الرأي. ولذلك نحن مع الصمت، نعم، الصمت المقصود، الصمت الحكيم، نعم، لكننا لسنا على الإطلاق مع السكوت. ولذلك هنا أستشعر وأستذكر يعني الشاعر النبطي الأردني، نعم، الرائع الشاعر محمد الدماني حقيقة، الذي نوجه له تحية، والذي كنت قد استقبلته في غير مرة في الطفيلة وقدم أمسيات وشارك فيها، يعني قال كلاما رائعا جدا في هذا المجال، نعم، قال باللهجة البدوية: الصمت حكمة في مواقف تبي صمت، والصمت في بعض المواقف
مذلة. وأنا بعد يا صاحبي يوم ساهمت ما أقول شيء لا يكون بمحلة، أمشي على هدي الندى ما توهمت، والتايه اللي ما لقي من يدلة. وبالتالي الكلام فيه دلالة للناس الآخرين، فيه حل لمشكلات الناس إذا الآخرين. إذا نصمت في موضوع الكلام مذلة. نعم جميل. يجب أن تتحدث. حضرتك حدثت عن موضوع مهم، قلت دعوة للخطباء في المساجد. نعم. أنه أيضا نعم. يدافع عن اللغة العربية. نعم. طبعا يعني من فضل الله أنه نحضر في صلوات الجمعة، نادر ما نجد بعض الخطباء يتحدثنا. طبعا يتحدثون عن أخلاق المجتمع وعن الأمانة والدين والجهاد، لكن اللغة كما حضرتك حدثت هي الهوية، هي الأساس. نحن يعني أمة عقيدتنا لغته هي اللغة العربية. كل مسلم عندما يقف يمارس عبادته يمارسه باللغة العربية، بغض النظر عن انتمائه القومي أو جنسيته. يعني وحضرتك أظن مارست دور الخطابة في بعض المساجد. الآن يعني لماذا لا تكون دعوة رسمية من وزارة الأوقاف مثلا أو وزارات الأوقاف في الوطن العربي، أنه يولون هذا الموضوع، يعني جانب هذا الموضوع أهمية كبيرة، موضوع الحديث عن اللغة وتحسين لغة المجتمع. أحسنت، يعني هذا حقيقة يعني طرح رائع جدا. وأنا أيضا كنت يعني في التسعينات يعني إماما وخطيبا. وبالتالي الخطابة يعني أرفع فن أدبي في اللغة هو الخطابة. هو الخطابة. نعم. حتى أن كثير من الرؤساء تبوأوا سدة الحكم في دولهم من الخطابة. ومنهم أحد الرؤساء الأمريكان. يعني الخطابة فن أدبي رفيع جدا. نعم. وخاصة يعني فن الخطابة في المساجد. نعم. في المساجد، المساجد اللي هي دور عبادة ودور تعليم. المسجد يمثل مدرسة ويمثل جامعة. والرسول صلى الله عليه وسلم صاحب هذا المنبر، يعني كان الرسول عندما يخطب وكأنه ينذر الجيش حتى يؤثر في نفوس الآخرين. الكلمة مؤثرة. هنالك فرق بين خطيب يقول مثلا وكأنه يقرأ، مع كل احترام، في إذاعة مدرسية، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وخطيب يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، بهذه الصورة. نعم. حتى يؤثر في نفس المتلقي، حتى يجلب انتباه المتلقي، لأن الخطبة جزء من الصلاة، وهي خطبة تدريسية. نعم. وتعليمية وتثقيفية للناس بأمور دينهم، هذا الدين العظيم، هذه المنظومة المتكاملة. نعم. الدين منظومة متكاملة. ولذلك خطاب رب العالمين جل وعلا للناس، حتى للناس معظم الخطاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خطاب الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم. ما معنى هذا؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين ادخلوا في الإسلام بصورة سليمة. افهموا الإسلام فهما سليما وفهما صحيحا. وبالتالي الإسلام منظومة متكاملة. هذه الصلاة وهذه العبادات مثلما أن لها أركان مادية، هنالك أركان روحانية معنوية في هذه العبادات. نعم. سواء في الصلاة ولا في الصوم ولا في الحج ولا في الزكاة، فيها أركان روحانية تتجلى فيها عظمة الخالق وتتجلى فيها عظمة هذا المخلوق. نعم. بأخلاقه العالية، وكيف يعني أن الصلاة تعلمه على الحفاظ على لغته وعلى ثقافته وعلى دينه وعلى أرضه وعلى عرضه، وأننا جميعا لا يمكن أن نكون في أمان إلا إذا كانت كل الأمة في أمان. نحن الآن فرقونا. نعم. نحن عندما كانت معاهدة ساكس بيكو وتقسيم وسان ريمو، كلنا كنا ضد هذه المعاهدات، كلنا وقفنا ضدها، ولكننا اليوم نقدس هذه المعاهدات. نحن نقدسها في هذا اليوم بكل أسف، نقدسها. لا يمكن أن نكون نحن في أمان إلا إذا كان العراق في أمان، إلا إذا كانت فلسطين في أمان، إلا إذا كانت في مصر في أمان، ولا يمكن أن تكون الجزائر في أمان إلا إذا كانت الأردن في أمان. نعم. والعراق وإلى هكذا يجب أن تكون المعادلة، وهكذا يجب أن تفهم المعادلة. الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم.
هذا خطاب للأمة العربية، هذه الأمة الخالدة، هذه الأمة التي حملت رسالة الإسلام، وبالتالي تتجسد أو يتجسد هذا الفهم العميق وهذا الإيمان العميق والاعتقاد العميق فيما تقوم به هذه الطائفة في غزة. جميل. هذه الطائفة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم من إخوانهم ولا من خلفهم من عدوهم إطلاقا. هذه الطائفة اعتقدت سليما وأخذت بالأسباب وتقوت كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأعدوا ما استطعتم، لم يقل لهم وأعدوا مثل ما أعدوا لكم، أعدوا ما استطعتم، إن هذا المستطاع بإذن الله يكافئ الممكن لدى الأعداء ويتغلب عليه، وهم قد تغلبوا عليه باعتقادهم لأن معية الله سبحانه وتعالى تكون معهم. أما الذين صمتوا وسكتوا ووصل إلى حدهم فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال عنهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. جميل. هذه هي المعادلة. نعم. نحن حتى عندما نتحدث عن هذه الحرب يجب أن نتحدث من منطلق إيماني. صح نتحدث من منطلق سياسي وعسكري، لكن أهم شيء البعد الإيماني. إذا السكوت الآن في موضع أو الصمت في موضع الكلمة الآن في مؤازرة المقاومة هو نصرة للباطل. نعم. ووقوف في وجه الحق. نعم. جميل. أنا أشكرك سيد عدنان. ودي أن يعني أتحدث عن موضوع آخر، وإحنا في موضوع اللغة والقرآن، ويعني حضرتك تقوم بالإشراف على لجان تحكيم مسابقة حفظ سور من القرآن الكريم والتي يجريها ملتقى بصير الثقافي، يعني حضرتك يعني من الناشطين في هذا الملتقى. كيف تجرى المسابقة؟ هل المطلوب فقط حفظ السور أم القراءة والصوت والأداء تدخل ضمن التقييم؟ شكرا. نحن قمنا بتأسيس ملتقى بصير الثقافي في عام 2002، وبقيت أنا رئيس الملتقى، هكذا يعني ارتأى الإخوة الأفاضل الزملاء، بقيت 20 عاما رئيسا. نعم. لهذا الملتقى. ولذلك يعني حتى عندما طلبت من قبل الجهات الحكومية قلت لهم بأننا يعني مثلما أننا سنقيم. نعم. أمسيات شعرية ومسابقات في مجال الشعر والقصة القصيرة. نعم. ومسابقات أدبية، فإننا سنجري أهم مسابقة اللي هي المسابقات القرآنية في مجال حفظ وترتيل القرآن الكريم حسب التجويد. ذلك أن علم التجويد ترى من أهم العلوم، وأن العرب كانوا يجودون كلامهم قبل حتى الإسلام. نعم. كان العرب يجودون كلامهم قبل الإسلام باستثناء المد وغنة والغنة في إن أو. نعم. أما والباقي كان العرب يجودون كلامهم. فكنا نجري هذه المسابقات، مسابقة في مجال الشعر والقصة القصيرة. نعم. مفتوحة لجميع الأعمار، وأنا دائما مع أن تكون المسابقة أي مسابقة لا تحدد عمر، لا يجوز تحديد بعمر. نعم. يعني ممكن واحد يكون عمره 80 أو 70 سنة لكنه بعمر الشباب يعني بقلبه. نعم. يكون عمره يعني في 30 وهو شاب، ولذلك أهم شيء في الموضوع القلب. نعم. ولذا يقول الشاعر: القلب يدرك ما لا عين تدركه والحسن ما استحسنته النفس للبصر. هكذا يقول الشاعر. ولذلك كنا نجري هذه المسابقات في مجال الشعر والقصة الكثيرة وغير ذلك، وأهم المسابقات كانت مسابقة في مجال القرآن الكريم. نجريها لعدد من الصور حفظا وترتيلا. ويشرف على هذه المسابقة لجان تحكيم من أئمة المساجد. نعم. بطريقة مرتبة منظمة، ومن ثم يتم الإعداد لاحتفالية لتكريم هؤلاء. كنا نختار ليلة القدر، وتكون تحت رعاية وزير أو أحد النواب لإشهار النتائج، الإعلان عن النتائج وتقديم الجوائز للفائزين. ولذا كانت يعني من أهم المسابقات. إن لم نهتم بالقرآن يعني أساس اللغة وأساس الأدب وأساس الفصاحة والبلاغة، إن لم يكن يعني هذا الاهتمام بهذا الكتاب العظيم. نعم. يعني بماذا سنهتم يعني؟ جميل. حضرتك أيضا رأس لجان تحكيم مسابقات للقصة القصيرة والتي يجريها أيضا الملتقى بصير الثقافي. لأي فئة تقام هذه المسابقات؟ وهل يحدد موضوع القصة؟ لا يحدد موضوع القصة، لكن أن تكون القصة يعني مقبولة يعني بشروط القصة الفنية، ويعني موضوع القصة لابد أن يكون موضوعا مقبولا.
وأيضا كانت مفتوحة لجميع الأعمار، إلا أننا أجرينا عدد لا بأس به من المسابقات الخاصة بالأطفال، يعني بطلاب المدارس يعني من الذكور والإناث، وكانت تجرى يعني هذه بنفس الطريقة بلجان تحكيم مختصة، وبإعطاء كل اسم رقما بحيث لا تعرف الأسماء يعني حتى تكون الشفافية ويكون الحق. ولذلك يعني كان قد فاز معنا مثلا أذكر من الزرقاء، شارك معنا في مرة من المرات أحد الأدباء من المغرب، يفوز معنا. إذن مسابقة مفتوحة على الوطن العربي أيضا، ليس فقط محليا. كانت مفتوحة، وكانت يعني تلقى رواجا كبيرا يعني في الاحتفالية التي نقوم بها لتكريم هؤلاء الفائزين يعني، ويحضرها عدد كبير جدا، وتكون برعاية يعني من أصحاب المعالي وأصحاب السعادة يعني، حتى نعطي الموضوع إثراء واهتماما ورواجا أكثر، ولتشجيع الجميع. كنا نلتقي بطلاب المدارس ونعطي كثيرا، ما أعطيت أنا محاضرات يعني في 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 الجامعة أو في المدارس، يعني لتثقيف الطلاب. ودائما أنا أدعو إلى اللغة، أدعو إلى الاهتمام باللغة، الانطلاقة الأولى والأساس اللغة، تنطلق من اللغة، من اللغة إلى القرآن، ومن القرآن إلى اللغة يعني، ولذا تنطلق إلى الدواوين، دواوين الشعر والشعراء، وتنطلق إلى الحديث وإلى آخره. اللغة هي الأساس. جميل. نحن قلنا أنه السياج الأول لحماية اللغة هو القرآن، ثم يأتي بعده الشعر، الشعر العربي الفصيح. حضرتك أيضا يعني شاركت كعضو لجنة تحكيم للشعر العربي الفصيح لمرات عديدة، وأحيانا تقوم برئاسة هذه اللجان. يعني كيف تقيم الآن وكيف تنظر إلى المشهد الشعري في الأردن؟ والله إجمالا يعني أعده يعني مشهدا ثقافيا حسنا، لكننا بحاجة إلى يعني ضبط بعض الأمور أكثر وأكثر يعني. لدينا عدد من الأخوة الزملاء والأصدقاء الشعراء على قدر كبير جدا من القوة والدراية بالشعر، ولكن يعني ندعو بعض يعني الذين يعني يقولون الشعر و بصورة ربما يعني تكون مغايرة نوعا ما، ندعوهم إلى القراءة يعني حتى تكتب جيدا لابد أن تقرأ جيدا يعني لابد من القراءة والاطلاع. ودائما أنا أشجع يعني لا نثبط إطلاقا، لا نثبط وإنما نشجع. ولذلك يعني بعض الأخوة أو الأخوات أحيانا يتصلون مثلا أرجو تقييم هذه القصيدة أو كذا، وأستشف من بعضهم أنه يريد أن يعني تعالجها نعيد كتابة القصيدة، فأقول له أنا إن يعني دخلت على القصيدة تصبح القصيدة لي، أنا أريد أن تكون القصيدة لك، قصيدة لك. وأنا دائما أقول لهم يعني أنا يعني جاهز يعني فيما نعرف من علم العروض وكذا يعني نجلس ونقدم يعني لكم، ونشجع بحديثنا دائما التشجيع. نعم جميل، التشجيع على اللغة والقراءة والمطالعة، ويعني لا يكون إنسان مستعجلا يعني قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. جميل جميل، شكرا لك، شكرا لك الشاعر والناشط الأردني أستاذ عدنان السعودي على هذا الحديث الطيب. شكرا لك. الله يسعدك وبارك فيك، وأنا يعني استمتعت بالحديث معك، وأنت الشاعر الله يبارك العربي المجيد والإعلامي الكبير شهادة أعتز بها والعزيز شهادة أعتز بها الأخ العزيز والصديق الوفي. شكرا لك يا سادة، الله يحفظك. شكرا جزيلا، دمتم ودامة الرافدين. آمين آمين. شكرا جزيلا، الله يسعدك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.